المنصة مع محمد البكيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنصة على أثير إذاعة ألف ألف. يا جماعة الصيف هذا تطلع فيه والحرارة هذه ما شاء الله تطلع فيها العقارب والحيات وكل الدواب اللي تطلع في الحر، ويطلع معها المصدرجية اللي يطلعون ما شاء الله يثرون الساحة بما هب ودب من هبد في المعلومات التعاقدية. يعني أول كنا في دائرة ضيقة يعني بيننا جماعة الخير، يعني بيننا يعني نقول والله فلان رايح النادي الفلاني وفلان جاي النادي. الحين صار الهبد على مستوى عالمي، وكل يوم تلاقي حساب من الحسابات يهبد لي أنا اسم لاعب عالمي ولا اسم صحفي، مجرد أنه هو صحفي يعني غير سعودي أنه أو في دولة من الدول الأوروبية فهو صادق طبعا في الأخبار حقته وفي المعلومات حقته، سواء صحفي ولا سواء صحيفة. مع أننا لو اكتشفنا وحللنا وفحصنا ومحصنا في الأخير بنلاقيها هب في هب، لأن أغلب الصفقات حتى يومنا هذا منذ انتهاء الموسم لم يتم سوى صفقة بنزيمة فقط اللي تمت في مشروع الاستقطاب النجوم العالميين للكرة السعودية، وتحديدا للأندية التي تم الاستحواذ عليها بنسبة 75% من صندوق الاستثمارات السعودي. يعني كلام صيف. طبعا الخبر الجديد اللي هو اكتمال نصاب المونديالين المشاركين في مونديال كاس العالم للأندية نهاية هذا العام في شهر 12 في المملكة العربية السعودية. اكتمل النصاب بتتويج النادي الأهلي المصري العظيم حقيقة، هذا نادي كبير، واحد إن لم يكن هو الأول أنا أعتبره في كأفضل مؤسسة رياضية على مستوى العالم العربي وعلى المستوى الإفريقي، ربما أيضا على مستوى من مستويات الأندية العالمية في التنظيم وفي التاريخ وفي العراقة وفي المنجزات. النادي الأهلي يحقق البطولة 11 على مستوى القارة الإفريقية، وهو أعلى معدل أرقام يحققه نادي على مستوى القارة الإفريقية، وهذه يمكن المرة السابعة السادسة يتأهل فيها إلى كأس العالم للأندية. والله يا جماعة في جزئية جميلة أنا طبعا هو بعد ما فاز على الوداد المغربي بنتيجة مباراتين ذهابا 2-1 في القاهرة وإيابا تعادل بهدف لهدف، فأصبح بطلا للقارة الإفريقية وانضم إلى بقية الأندية المتأهلة التي هي نادي الاتحاد المستضيف باسم المملكة العربية السعودية، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، أوراوا بطل آسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاف، أوكلاندا سيتي نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا، والأهلي المصري سادسا بطل إفريقيا، باقي طبعا ليبرت دوس دروس يلعب النهاية 11 نوفمبر، تقام القرعة في شهر نوفمبر، يعني باقي نادي واحد ليكتمل هذا النصاب. أنا النقطة اللي ملفت نظري عدد المرات اللي تأهل فيها الأهلي المصري إلى أندية العالم. يا أخي أنا ما قد شفت المناكفات اللي بين يعني مثلا الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك في مناوفشات إعلامية أو جماهيرية يتكلمون فيها على عدد المرات اللي تأهل فيها إلى المونديال الأهلي المصري. ما يعني عادي بالنسبة لنا، إحنا عندنا هنا ماخذين زي اللبانة في الفم، كل واحد يعرف الثاني، أنا مرة أنت مرتين أنت ثلاث، لا أنا ستة، لا أنت مرة ثلاث مرات، يعني في ناس غرقانة في نعم كأس العالم للأندية ويعني مزاكين إحنا نضرب على 2 و3، تأهلنا ولا ما تأهلنا. عموما نبارك للجميع تأهلهم إلى هذا المونديال التاريخي. طبعا نادي الهلال واحد من الأندية الكبيرة حقيقة التي لها تاريخ وباع طويل حقيقة في القارة الأسيوية على مختلف مسميات البطولات القارية، ومؤخرا يعني ما شاء الله حامل كأس آسيا مرتين وحامل مشارك في كأس العالم تقريبا كم مرة، يعني تاريخ في الأخير السنوات الأخيرة
نكسر الدنيا. الهلال هذا الزعيم القائم اللي أنا أيضا كمان أعتبر واحد من أهم المؤسسات الرياضية المنظمة، الهيكلة، الخطط، التعامل، الأسلوب، المنهجية اللي موجودة في نادي الهلال يعتبر واحد إن لم يكن هو الأفضل على مستوى آسيا كمؤسسة رياضية مقارنة بالنادي الأهلي في القارة الإفريقية. طبعا الهلال اللي حامل اللقب الموسم الماضي وقبل الموسم الماضي وقبل الموسم الماضي في بطولة الدوري، الذي حقق آسيا مرتين، الذي حقق كأس الملك مرتين، يعني تاريخ دسم خلال بس أقل شيء الأربع سنوات الماضية بس لفترة الفهد الرئيس الهلال فهد بن نافع. الهلال اليوم يعيش في مرحلة انتقالية مهمة جدا، مهمة جدا، يعني إذا حين عنده فراغ فني، عنده فراغ رئاسي، عنده فراغ عناصري في نوعية العناصر اللي عنده، لازم يعني يجب أن تغير يعني محليا ولا 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 من لاعبين المحترفين الأجانب. وأيضا بعد موضوع ميسي وحقيقة سحبت في الفترة في المتر الأخير حقيقة، رغم أنه كان على وشك أنه يوقع النادي الهلال، أعتقد أنه في معنويات كذا عند الهلاليين متعبتهم شوية، فلذلك نرحب بمشاركاتكم أيضا بالنسبة لموضوع الهلال وموضوع المواضيع الباقية مفتوحة لكم على 012-61-61-100. أكرر لكم قبل الفاصل الأول 012-61-61-100. المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم رفاقي في برنامج المنصة على أثير إذاعة ألف ألف وبرفقتي الصحفي العريق والكبير الأستاذ عبد الرحمن الجماز. مساء الخير. مساء النور. يا هلا والله. يا هلا مرحب. يا مرحبتين عليك وعلى مستمعين إذاعة ألف ألف. الله يسعدك حبيبي. حبيبنا اليوم الهلاليين يا أخي لو تلاحظ معي طبعا اليومين اللي راحت يا أخي عندهم قلق، عندهم هاجس، يعني رغم ان الهلال ما هو يعني يعتبر موسم سيء، رغم انه يعني ثلاثه ما شاء الله اربع مواسم تبارك الله، يعني تبارك الله، يعني الموسم هذا بس ثالث الدوري وبطوله وصافه اسيا وصافه العالم كاس الملك، هذا ترى هذا اصعب موسم عند الهلال يعني ما شاء الله، لكن بقيه المواسم ما شاء الله مسيطر فيها على الدوري ثلاث مواسم، مسيطر على كاس الملك موسمين، السوبر، اسيا، أشياء كثير، لكن الهلاليين عندهم توجس كبير يعني هذا الموسم، خاصة أنه جاء على منحنى، يعني هذا المنحنى الموسم هذا اللي هو بس فقط كأس الملك، تغيرات في الإدارة، تغيرات في الأجزاء في الجهاز الفني، تغيرات في العناصر الفنية، كيف تقرأ المشهد الهلالي؟ شوف حالة التوجس يا أبو خالد، طبعا أنا أراها أنها طبيعية في ظل ظروف معينة، يعني أنت عارف الظروف المحيطة انه ما في اداره الان وهذه عامل تسوي لها قلق كبير للجماهير، اضافه ان الفريق مثلا يفتقد حتى المدرب، يعني المدرب ما في مدرب وهذا برضو عامل قلق، اضافه ان اللاعبين الاجانب، انت عارف الاجانب يعني في خلينا نتكلم نقول مثلا في المنعطفات المهمه ما شالوا الفريق فبالتالي انه وتعرف فترة إيقاف فترتين التسجيل وبرضو المفاوضات مع ميسي اللي فشلت أخيرا اللي خلت سقف الطموحات بالنسبة للهلالين هو عالي جدا، فناحية القلق اللي أنا قاعد أشوفها أعتبر أنها طبيعية، الناس ترى هي قلقانة ما هي عارفة وين رايح، يعني ما يحس فين البداية تبدأ فيه، هل هي بدون يعني في اي بالضبط، انت يعني في يوم 25 عودة الفريق للتدريبات التدريبات اللي قبل انطلاق المعسكر الخارجي، طيب 25 نتكلم على 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 اسبوعين، باقي اسبوعين على اسبوعين على اسبوعين في الإدارة لسه ما بعد ما راح تتشكل، وان كان طبعا وهذه معلومة يعني معلومة لمستمعين الف الف تفضل، انه الغالب انا اقول الغالب ترى اذا الغالب انه فهد بن نافل هو ليس يعني عبد الرحمن الجماز يقول يا جماعه الخير عبر اذاعه الف الف
انه بنسبه كبيره جدا انه فهد بن نافل الرئيس السابق للنادي الهلال هو الرئيس القادم ايضا في استمرار في رئاسته، رغم انه عبد الرحمن تتفق معي انه تداولت اقاويل انه هو ما راح يستمر وانه هو ما بيجلس وخلاص شوف انا اعتقد انه ما كان عنده رغبه الاستمرار، لكن في ضغوط عليه انه يستمر على الاقل لموسم واحد. ايضا ربما اقول ربما انه في محاولات الان الى اقناع مثلا استاذ فهد المفرج اللي هو المدير التنفيذي لفريق كره القدم ايضا بان يكون هو نائب الرئيس. بمعنى انه يكون فهد بن نافل هو الرئيس وفهد المفرج بحكم انه طبعا معرفته واطلاعه ايضا الثنائيه اللي شكلها مع فهد بن نافل طوال الموسم الماضيه يعني ربما يكون معه. انا يمكن كان معي تواصل مع الاستاذ فهد المفرج قبل كم يومين كان يقول ما بدي اعطيه قرار. بس انت ايش استشفيت انه بيميل انه يدخل في القائمه حقت فهد بن نافل؟ اي انا 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 قراءتي من يعني او استشفيت من خلال تواصلي معه انه الاقرب انه بالموافقه مع الاستاذ فهد بن نافل. طبعا هي مرتبطه بوجود فهد بن نافل. فهد بن نافل يمكن اكثر من 95% انه هو حيكون مرشح العضو الذهبي الوليد بن طلال اللي يملك اكبر اصوات مؤسسه الهلال غير الربحيه. حلو حلو، يعني هذه خطوه. طيب احنا عندنا ثلاثه عناصر مهمه في الهلال اللي هي اول شيء اداره النادي، ثم جهاز فني، ثم لاعبين. اي الاولويات اهم الحين في البدء فيها؟ انا والله ارى انه الاداره معرفه وجه الاداره من تكون. يعني انت عارف اول شيء الموسم فتره الاستعداد ضيقه، تعرف دخول صندوق الاستثمار والاستحواذ على على النسبه الاكبر من الانديه اللي هي 75%. هذه طبعا برغم انه طبعا انا من ناحيتي قرأت المشهد ان دخول صندوق الاستثمار هو بيعطي ضمانه للانديه من ناحيه الضخ، من ناحيه الترتيب المالي والاداري. ربما ما تكون في الهلال عمليه الفوضى الماليه والاداريه ما هي موجوده في الهلال طوال السنوات اللي الاستاذ فهد بن نافل، لكن ايضا زياده الخير خيرين وجود. بس انه هذا اللي سوى قلق انه احنا رايحين فين بالنسبه لجمهور الهلال هو يتساءل. يعني في قلق كبير صحيح، وزاد الطين بله عدم نجاح التفاوض مع ميسي. ترى لو جاء ميسي كان عدل كثير، تلقى المزاج الهلالي رايق مره، لكن الان في قلق. برغم اني انا يا ابو خالد رايي الشخصي انا دائما طبعا ميسي اكيد انه اهميه وافضل لاعب، هم حسوا انه في ضربه معنويه جاتهم حقيقه، لانه هو فعلا كل المصادر وانا ايده حقيقه انه كان جاي حقيقه انه خلاص. والمشكله انه الضربه الان جت او رده الفعل جت على بعض المغردين اللي قالوا وما قالوا. لا لا هي صحيحه والله، كان هو في تفاوض وسب شب. انا اقول لك ان قلتها هنا قريب للهلال، انا قلتها هنا، انا سبق وشفت صوره عند شخص ما كمصدر للاجتماع لفهد بن نافل وميسي في نهايه شهر رمضان، انا شايف بالضبط. وكان في باريس، وكان هو الاقرب للهلال. الان اللي خشان الهلال وانت عارف الان في طلعت برضو نيمار. انا اخشى ان طبعا احنا عارفين الانديه السعوديه بعد ضخ الدولة حفظ الله، يعني ضخ الدولة الكبير المالي وتغيير مسارات الأندية ورفع سقف الطموحات أصبح السقف عالي. طبعا الآن فيه تعرف جمهور الهلال عنده ردة فعل من ميسي ما بعد نسى الألم أو يعيش ألم يعني تعرف، ويخشى أنه يكون مصير مفاوضات مع نيمار يعني النهاية نفس نهاية. بس انت عبد الرحمن انت صحفي ممارس ما شاء الله تبارك الله كبير، واحنا صحفيين ما تشوف ان الهبد كثير يا اخي صار؟ لا والله مو بكثير، اوفر زياده الهبد صار عالمي عندنا. اي اذا راح لاعب قال اليوم الثاني تسمع لاعب ثاني على نفس المركز، اليوم الثالث تسمع لاعب على نفس المركز بالضبط. وهي الامور ما تدار بهذه الطريقه. يعني في اسمين طلعت، انا اذكر اول ما جاء يمكن طلع هاشتاج هلالي رفضهم المدرب منتخب البرازيل كان رفض كبير، وكنت انا اتواصل مع اداره الهلال قلت هل انتم مفاوضينه؟ والله اكدوا لي قالوا ما في اي مفاوضه، هو مجرد هو جاي في السعوديه يعرف ان الان السوق السعودي سوق عالي. صحيح. يعني كل مدرب يرغب في انه يكون متواجد
في الدوري السعودي، انت عارف العوائد الماليه صحيح الكبيره. خلاص وجود كريستيانو ووجود الان كريم بنزيما في الاتحاد، كل هذا ترى ترفع السقف. يعني من الطبيعي انه يكون السقف عالي. طيب خلينا نمسك في السقف هذا انا وياك الحين نثبت. طيب. نتشبث في هذا السقف وفاصل ونعود. المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم الرفاق في برنامج المنصة إذاعة ألف ألف برفقتي الزميل المخضرم طبعا. والله كلنا قد بعض ترى. كلنا. نكمل ما وصلنا إلى السقف الطموحات التي باتت مطلبا في الدوري السعودي في هذا الجانب. طيب لو سألتك عن دحين طبعا في شركة سافي للألعاب الإلكترونية كمان وقعت عقد رعاية لمدة 3 سنوات كراعي رئيس أظنه على صدر القمصان الهلالية، يعني هذه خطوة شراكة شراكة إيجابية يعني نشوفها في هذا الجانب. طيب لو جينا تكلمنا على المرحلة القادمة في الهلال، هل تشوف أنه يعني بدأ مؤشرا الانحناء حق البطل اللي دائما يقول لك في بطل يستمر بعدين يجي منحنى هبوط ثم عودة اللي هي في تغيير دماء في الهلال في اللاعبين المحليين المحترفين؟ بالتأكيد أعتقد خالد أن المرحلة هذه طبعا الهلال كان يميزه السابق مو السابق يعني في السنوات الماضية اللي يسيطر فيها على البطولات بصراحة، وكان هو الوجه المضيء للكرة السعودية أيضا في البطولات الخارجية صحيح. في بطولة آسيا صحيح. كان دائما حديث عن نجوم الهلال المحليين المؤثرين. صح، هو أفضل فريق كان عنده لعيبة محليين هو يعني. أفضل فريق، فبالتالي أي عناصر أجنبية حتى لو حتى يعني لك انك تتخيل انه الهلال برغم منعه من فتره التسجيل انه معير لاعب اجنبي صحيح. يعني برغم انه حاجته وممنوع من التسجيل لكن كان العنصر المحلي يشيل. من بعد كاس العالم والاصابات اللي لحقت الفريق يعني ياسر الشهراني عنصر فعال في الهلال صحيح. ومفصلي ايضا في تشكيله الهلال، الاصابه المتكرره سلمان الفرج ايضا هذه تعطيك من انخفاض مستوى محمد البريك في الفتره الماضيه. يعني الان اذا انت بتقول الهلال والله بجيب اجانب لازم الاجانب، هذا مطلب الجماهير الهلاليه صحيح. الثمانيه الاجانب يكونون اساسيين يعني يكونون متواجدين، ما يكون في دكه فيتو يعني عندك فيرتو جالس في الدكه يعني ما في يعني قالوا فيتو الحين خارج الحسابات يعني موجودين الحين كم لاعب اجنبي خارج الحسابات الهلاليه؟ قالوا وفيتو فيتو وقالوا والمدافع الكوري بحكم بعد اصابته طبعا ايوه. حتى هو جلوسه ترى وهذه معلومه يمكن الواحد يعني هذه الواحد يقدر فيها المدافع الكوري صحيح انه كان هو يرغب بالرحيل بس لمنع الهلال من فتره التسجيل ما قدر يتخلى يعني وضغط على نفسه يعني ما قصر. ابنة اللاعب او الطفلة اللاعب مصابة بمرض عضال يعني ايه يعني فهو جلس. فالهلال تشوف اللي تعامله معه بعد ما تمت اصابته الان في الغدد ورم حميد يعني في الغدد في احدى الغدد الان بيعالجوا الهلال على حسابه في اكبر المستشفيات في المملكة العربية السعودية وهو يستاهل التعب الان عندك برضو خانة المدافع راحت يعني انت تبغى لك مدافع تبغى لك طبعا هذا شغل كثير يبغى له الهلال صراحة يبغى شغل كثير عشان كذا شغل كثير مع عدم وجود ادارة طبعا انا اللي انت المعلومة اللي تو ذكرتها الاستاذ بن نافل اللي بيجدد لانه طبعا تم الاجتماع به من قبل صندوق الاستثمارات قبل 4 ايام جميل وهذه وضعت النقاط فوق الحروف وهذه عززت منه فهد بن نافل سيرشح نفسه من جديد. طيب هذه كويس هذه يعني من اخبار يمكن تبعث الاطمئنان للهلاليين وهذه معلومه حصريه اللي تم الاجتماع معه والمناقشه وحتى هو يتعرف على طريقه العمل طريقه التفاهم مع الصندوق لكنه اعطي طبعا تاكيدات انه العمل فيما يخص الشان الرياضي ستكون الصلاحيه مطلقه للرئيس ونائبه. في صلاحيه يعني لهم تكون صلاحيه مطلقه
في العمل الرياضي هم دورهم بينقلون الأندية إلى مؤسسة إلى شركات ربحية من خلال تنظيم العمل الإداري والمالي فيها. طيب هذا خبر كمان ثاني مطمئن لعشاق الهلال. بالضبط. يعني معناته ممكن يكون في خطوات أولية يعني في ترتيب البيت الهلالي قبل انطلاقة عودة اللاعبين وانطلاقة المعسكر، ممكن يكون تواجد جهاز فني، وهذا مهم جدا يكون تواجد الجهاز الفني الذي يبنى عليه البرنامج البرنامج الإعدادي وأيضا اللاعبين. ترى عبد الرحمن حتى كمان تبدأ تبنى عليهم هي الآن. وش اللي يميز مثلا الاتحاد غير الصفقة الكبيرة والمدوية مع كريم بنزيما؟ وأنا متأكد أنه في صفقات مماثلة ومشابهة ستكون للأهلي والنصر، طبعا أخذ استحقاقه عبر كريستيانو، قصدي الصفقات ذات الأسماء العالمية حتكون للأهلي والهلال. أنا واثق من بالشيء يعني، لأن هذا هدف ومشروع دولة. لكن وش اللي يميز الاتحاد؟ الاتحاد أنه عنده مدرب مستقر. صح، هذا اتفق معك فيه. وليس صراحة المدرب يعني هو الذي أشوف الوحيد اللي بين مدرب يعني النصر ولا الهلال ولا الشباب ولا الاهلي، هو الوحيد اللي عنده جهاز فني. صحيح، عنده جهاز فني وليس اي جهاز فني يعني. صحيح، مو اي كلام يعني، جهاز فني. بالعكس اعتقد انه مطلب اتحادي، وانت عارف شلون تم بناء الاتحاد، وتم في حتى الاتحاد ترى واجه ظروف قويه في الدوري، ومع ذلك ظل متماسك، ظلت هيبه الفريق واضحه وهويته بقياده هذا المدرب. حقيقه لعب دور كبير جدا على المدرب. اكيد المدرب عامل، هو اللي عامل الفرق الاتحاد بصراحه. فهذا اللي يقلق. انا اعتقد انه اول ملف بالنسبه للهلاليين وضوح للاداره، واتوقع يمكن اتوقع واقول لك اتوقع انه يكون يتم التعاقد مع المدرب قبل ان يتم تسميه الاداره بشكل رسمي. بحكم ستكون الاداره ستكون في الظل، ستقوم بالعمل. صحيح. لانه انت عارف انه الترشيح يكون اصلا من العضو الذهبي ما دام الاجتماعات تمت مع صندوق الاستثمار ووضحت الرؤيه والخطوط العريضه لطريقه العمل. الباقي خلاص مجرد اشياء شكليه يعني، مصادقه على كونه رئيس، وهذه امور يعني مفرحه ومطمئنه بالنسبه للهلاليين. طبعا جمهور الهلالي ما يعرف التفاصيل، ما له الا في الظاهر الوضع مقلق جدا. طيب انت ايش تشوف طول العمر يعني خطا ارتكبته اداره بن نافل، وكانت كنت اتمنى ان يفعلونه حتى ما يصل اي 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 من الاشياء هذه اليوم اللي احنا تشاهدوها الهلاليين؟ يعني كنت اتمنى ان يفعلون خطوه معينه يعني قبل نهايه او في الموسم الماضي. انا اعتقد انه يا ابو خالد انه يعني، وهذه اللي كانت ملحه وكان المفروض ان اداره الهلال عملت، بس طبعا انت ما تعرف بالتفاصيل احيانا. صحيح. بكامل التفاصيل. صحيح. يعني انا اقول لك اذا كانت اداره الهلال لم تتلقى تعليمات سواء من الوزاره او من الجهات الرسميه انه والله انت لا تسوي اي شيء الا ان تتضح الصوره، اذا كانت لم تتلقى مثل هذه التعليمات فهم غير معذورين، اذا تلقوا تعليمات فهم معذورين. إذا لم تتلقى مثل هذه التعليمات يعني خلوكم على انتظار لين يجيكم الموافقة في طريقة العمل سواء بالاستمرار أو عدم الاستمرار. إذا لم يكن هناك في إشارات في هذا الموضوع، فأنا أعتقد أن إدارة الهلال ارتكبت خطأ كبير بالتأخير مع عدم إتمام عملية التعاقد، وخاصة أنك أنت المدرب دياس هو تعرف انه رحل قبل نهايه الدوري وكان اللي يقول، وانت عارف انه يعني انت اذا قصدك انه كان المفروض يعني يفتح ملف جهاز فني في اخر الاسابيع مثلا اللي كانت في الدوري. بالضبط. انا اعتقد انه هو ملف المدرب اكيد انه كان موجود على طاوله اداره نادي الهلال. لماذا لم يتم التسريع وحسم الموضوع؟ هذه العلامه اللي انا ماني متاكد منها. زي ما إذا ما كان في تعليمات واضحة لهم إنه لا تتخذون أي خطوة في هذا الجانب في هذا الملف، فهم صراحة مخطئين. لأنه يفترض إنه أصلاً قبل إعداد قبل انطلاق التدريبات أو قبل اللي هو العمل التمهيدي يعني تجمع الفريق في 25 من الشهر هذا قبل انطلاق المعسكر في 2 المعسكر الخارجي، يفترض إنه كان المدرب موجود.
طيب سؤال آخر. وهذه مقلقة كثير يعني لأنك عشان لأن الوقت قصير والضغط طيب. كبير والصدمة حقت ميسي صحيح أنا أعتقد أنها هي سبب ترى التداعيات كلها صحيح يمكن أنا لا تخيل أنت لو جاء ميسي كان يمكن يوه يمكن ما فكر الحين تجري دار ولا ما تجري دار الحين كان يمكن يقول ما مستعجلين مدرب عادي يمكن ما يجي مدرب عادي يعني إيه صحيح يعني شيء يهون شيء أي لاعب أجنبي هيجي بعد ميسي ترى بيكون مقبول أنا دائما أقول بالعكس ممكن تكون غبة ضارة النابعة خلني ليش أقول لك عدم وجود ميسي بيخلي على الأقل المفاوض الهلالي بعيدا عن الاسم العالمي اللي بيجي إيه. إنه هذا ما له علاقة بالهلال يجي عن طريق الدولة ومفاوضين عن طريق صندوق الاستثمار وزارة الرياضة ما لهم علاقة في الهلال أقل اللاعبين الأجانب الثانيين اللي يتم التعاقد معهم خاصة أنك على الأقل يكون فيه في اختيارات أقوى حكونا لو تعقد بخليك على لا بصراحة بقول لك أباك تجاوبني بصراحة شوف هل أنت متفائل ولا غير متفائل لمستقبل الهلال الموسم القادم ولا نص نص حتى هذه اللحظة ايه نص 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 ها نص نص يعني أنا يعني ما أختلف يعني ما ظهرت البوادر صحيح ما ظهرت بوادر إلى الآن إذا عشان حتى واحد يقول والله بيضة ولا سوداء أبو خالد أعرف تفاصيل مثلا صحيح أعرف تفاصيل مثلا بس يعني مختلفة على الجمهور بحكم الواحد طبعا يعمل في المجال الصحفي والإعلامي وتعرف هذه الواحد عنده معلومات متوفرة أكثر من الجمهور برغم ذلك أنا يعني أشارك الجمهور في زوجسهم في حالة القلق زوجس وحالة القلق وزي ما قلت أنت أنا ماني متفائل حتى اللحظة الموسم جيد اللي هي. ونحن في هذه اللحظة نشكرك حقيقي كثير الشكر حبيبي الأستاذ عبد الرحمن الجماز نائب رئيس التحرير في صحيفة الرياضية سابقا والناقد الرياضي أشكر لك إثرائي خلال الدقائق الماضية في ملف الهلال شكرا لك شكرا وأنا سعيد أبو خالد حبيبي. للمستمعين طول عمرك حسيت أنا بخبرين معلومتين حلوة جميلة أشكرك عليها كثير شكرا لك شكرا لك مع السلامة قبل الفاصل أحب أذكر أنه الأستاذ عبد الرحمن الجماز ذكر أنه يعني الأستاذ فهد بن نافل رئيسا وفهد المفرج نائبا سيدخلون القائمة الجديدة لرئاسة نادي الهلال والشيء الثاني أنه الأستاذ فهد بن نافل أيضا معلومة اجتمع مع ممثلين الصندوق الاستثمار وتناقشوا حول مستقبل النادي والآلية التي ستقوم عليها أو سيقوم عليها نادي الهلال وغير من الأندية التي تم الاستحواذ عليها من صندوق الاستثمار فاصل قصير ونعود إليكم ورحب باتصالاتكم على 012-261-6100 المنصة مع محمد البكيري اهلا بكم رفاقي في برنامج المنصه على اثير اذاعه الف الف نرحب باتصالاتكم على 012-616-1100 طبعا في خبر بذكره مهم جدا طبعا اللي هو طبعا انطلقت امس اللي هي الاحد الانتخابات الالكترونيه لانديه الهلال والاتحاد والاهلي والنصر طبعا يوم الخميس المقبل ستعلن قائمه المرشحين اللي هي بالقوائم يعني يجيك انت يا بن نافل يجيك انت يا مسلي المعمر مثلا يا انمار يكون معك قائمه تتكون تقريبا من اقل شيء 7 أعضاء مع اسمك طبعا الناخبين يعني طبعا يوم الثلاثاء حي انتهاء من تقديم الترشيحات سواء كاعضاء او سواء اللي هم الرئيس وبعدين تعقد الجمعيه العموميه الخميس بعد القادم يعني مو الخميس ذا اللي احنا بعد كم يوم لا اللي بعد القائمة تعقد الجمعية العمومية ويعلن من خلالها اللي هي توافق يوم 22/6 طبعا يعلن من خلال الرئيس لكل نادي وسيكون الترشح على رأس العضوية المؤسسة الغير ربحية قلنا بنظام القوائم وإلى اليوم ترى ما حد أعلن يعني لمرشح واحد فقط في النادي الأهلي إلى الآن من 4 أندية اللي هي الاتحاد الهلال النصر الأهلي
أربعة إلى الآن ما في كل واحد ما أدري إيش اللي مخليهم متحفظين، سواء اللي كان بالنافل فهد بالنافل سيرشح نفسه في الهلال، ولا سواء المثلي المعمر في النصر، ولا سواء المار الحائري في الاتحاد. ما شيء عجيب يعني. أكثر الأقاويل تقال إنهم على آخر ساعة سيقدمون يعني هي بكرة طبعا الثلاثاء. نرحب باتصال جديد برنامج المساء. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أستاذ محمد كيف حالك؟ يا هلا الله يطول عمرك. أحمد الشريف المدينة قل. والنعم أحمد والنعم. زال عبد الحميد الله يسلمك. الله يسلمك. سلمك أحمد. الله على سلامتك. الله يسلمك أحمد يا حبيبي. الله يديك العافية بارك فيك. أول شيء مبارك العميد أمس الصلاحة. صراحة اللي اتفاجأت مو أمس عفوا باليوم. إيه. أتابع اللي هو إذاعة الإفهام في تويتر وشوفنا البرنامج سعاد وما. يا أمس كانت حلقة حلوة عندنا صراحة كانت. جدا أفراح وطبعا والكل بيبارك لك بالعودة. الحمد لله الحمد لله. وعودة فوز العميد بالدوري العالمي الاستثنائي الحمد لله والشكر لله. طبعا أنت الاتحادية وربي لك الحمد والشكر على كل حال. أي والله الحمد لله. إيش تتمنى يعني أنت دحين من الفريق أو من إدارة ناديك؟ إيش تتمنى من هذه والله نتمنى طبعا أكيد بالنسبة للاتحاد يعني بقاء على سانتو هذا مهم جدا أكيد هو النقطة الأولى. والثانية استمرار إدارة أستاذ المار الحايلي طبعا بالتأكيد، لأنه أستاذ المار يعني مشكلة أنه نسمع أسماء نسمع يعني ولكن ما للآن يقول لم يتقدم أعتقد إلى الآن. والله ما في أحد دوب ولا حد لسه يتقدم إلى الآن. إيه نعم ممتاز جدا. عموما هذا شيء طيب بحيث أنه شرط استمر الإدارة، لأنه صراحة لما تيجي أسماء انت بتدورهم من زمان فينكم على الاتحاد ما انتم موجودين الان لمن صحيح زي ما يقول خصبت الارض وصار في يعني اهتمام من الدوله رعاها الله وفي يعني الامور جاهزه يقول لك يبغى يجي. لا لا بالعكس الاستقرار الاستقرار والاستقرار يعني اهم شيء صراحه في الموضوع. وان شاء الله انه استاذ الماري يكمل فتره قادمه لو سنه عاد ما ادري ايش النظام وما اربع سنوات اعتقد ما اعرف حنشوف يعني الآليات الجديدة آلية سنة آلية فعلا ولا أربع سنوات نشوف إيش الآلية. والله كثير من المعلومات تغيب عننا في هذه الجزئية. هل هم فعلا سيكملوا أربع سنوات ولا هي سنة بسنة يقعدوا يغيروا أو يجددوا في المسؤوليات؟ نعم ونبارك للاتحاد بالصفقة العالمية للحكومة بنزيما الحمد لله. فعلا صفقة عالمية تستحق الإعجاب حقيقة كمان، حتى استقباله كان تاريخي حقيقة تاريخي جدا لمانا. نعم صحيح ما شاء الله والله حتى سبحان الله يعني بالنسبة لي يعني هذه الصفقة مفتاح لصفقات أخرى أكيد يعني ما حصلنا. إيه لازم هذا التحدي رايحين كأس العالم لازم الصفقات النوعية اللي تجيهم ذي المرة نوعية. نعم وبرضو إحنا للأمانة يعني نقول ألف ألف لا بأس وسلامات عليك كالحاجز أحمد حجازي الإصابة اللي لمت في مباراة الفيحة وما عرفنا إلا بعد تتويج الاتحاد إنه سوى العملية الجراحية واللي تكلت بنجاح الحمد لله والشكر له. وإن شاء الله إنه شكرا لك. ما أعرف أن هل الإدارة هتستمر اللاعب هيستمر هتسقط طبعا كثير من المعلومات كثير من الأشياء اللي تسأل عن الجمهور ستظهر يعني بعد انتخابات التي ستعقد الخميس بعد القادم حتما كثير من المعالم وربما خلال هذه الأسبوعين من هنا إلى الخميس ما بعد القادم حتما أيضا كثير من العلامات التي يسأل عنها جمهور الأندية بالذات الأربعة التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار. شكرا لك أحمد الشريف من المدينة. شكرا نقول الحمد لله على الحمد لله اتحاد أبو خالد. الله يسلمك شكرا لك أحمد. شكرا 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 أحمد من المدينة. كثير والله من الأسئلة تطرح والناس تبغى إجابات. المشكلة ما في رؤساء أندية حتى يجيبوا ولا في مصادر حتى تعلق. رحب في الدقائق القادمة بالناقد الرياضي سلطان السلطان نقدم عبر برنامجنا إذا اعتلف ألف. هلا سلطان. حياك الله أبو خالد. يا هلا مرحبا مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور ورحب فيك وبالأخ والمستمعين وأخوات المستمعات. الله يحييك أخوي سلطان. سلطان أنت شفت الخطوة الجميلة هذه من صندوق الاستثمارات الدولة واستحواذها على 75% من أربع أندية بارزة كيف رأيت هذه الخطوة؟
ما في شك أبو خالد حقيقة يعني إحنا كمتابعين ومحبين لكرة القدم بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة يعني نتكلم عن رؤية الراب، هذه الرؤية صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والحكومة الرشيدة، السعي دائما إلى التطوير وإلى التحسين وإلى الاقتحام مثل هذه الأسواق خصوصا كرة القدم واللعبة الشعبية في العالم ليس فقط في منطقة معينة. قلنا جميعا يعني نمني النفس بمثل هذه الخطوة الجريئة والخطوة الرائعة والجميلة حقيقة، كنا ننتظر خصخصة وما حصل فيها من طبعا سنين طويلة يعني كنا ننتظرها وصبرنا، ولكن الحمد لله يعني هذه الخطوة إن شاء الله بإذن الله وبحوله وقوته يعني ستعطي زخم رياضي بل إعلامي للمملكة العربية السعودية بصفة خاصة في منطقة يعني في مسألة كرة القدم، هي رسالة للعالم أجمع. من هذه الناحية صندوق الاستثمارات يعني ما كنا حقيقة يعني نتوقع أن يكون هذا الصندوق أحد يعني الأفكار التي كانت يعني تتجه إلى الرياضة بهذا الشكل. نعم كان ممكن يكون من بعيد لبعيد، ولكن كان بصفة مباشرة وبصفة خاصة لدوري السعودي طبعا خطوة جدا رائعة وجميلة يعني ستؤتي ثمارة إن شاء الله في السنوات القادمة. ويعني نلاحظ يعني المراحل أو المرحلة الأولى التي ابتدى فيها هذا الصندوق مسألة استحواذ على 75%، هناك مؤسسة غير ربحية 25%، ستتلوها هناك يعني كثير من القرارات التي ستكون حقيقة في مقدمة نجاح مثل هذه. طيب أنا شفت لك تغريدات اليوم السلطان يعني تركز فيها يعني بأن يكون الأولوية المبدئيا يعني في هذه التعاقدات التي ستعم الأندية السعودية وخاصة الأندية اللي استحوذ عليها صندوق الاستثمار يعني يكون في أولوية لفريق الاتحاد بحكم مشاركته في كأس العالم. صحيح أبو خالد، يعني سواء كان كيف يعني ليش قرأت المشهد بهذه الزاوية يعني؟ إيش اللي دفعك لقراءة المشهد بهذه الزاوية؟ نعم المستضيف لهذه البطولة هي المملكة العربية السعودية وممثلها في هذه البطولة هو نادي الاتحاد. صحيح الحقيقة أنه نادي الاتحاد طالما أنه هو الممثل لهذه أنا أعتبره كأنه منتخب للمملكة العربية السعودية في مدارس. صحيح برضو. بالتالي تنظر إلى أنه الداعم كان من المفترض أن يعطي الأولوية لمن سيمثل المملكة العربية السعودية في هذه البطولة. بطولة ستكون يعني آخر نسخة في نظامها الحالي. بطولة ستكون يعني لا أقول سهلة ولا أقول صعبة في ذات الوقت، لأن البطولة القادمة 25-24-25 ستكون أصعب بحكم العدد الأندية التي ستشارك ونظام البطولة سيتغير. بطولة للمرة الأولى تقام في المملكة العربية السعودية. الموضوع صندوق الاستثمارات طالما أنه يعني من ضمن هذه الأندية هو بطل روشن الذي سيمثل المملكة العربية السعودية في هذه البطولة، فمن الأولوية أن يكون الأسماء العالمية لهذا الفريق حتى تظهر ليس فقط نادي الاتحاد بل سترفع راية المملكة العربية السعودية كاملة على مستوى العالم أجمع، ليس فقط النادي الاتحاد أو لمدينة جدة فقط لا غير. طيب وأيضا كيف تقرأ استضافة المملكة العربية السعودية لواحد من أهم الأحداث أو أنا أعتبر أهم حدث كروي استضافته المملكة العربية السعودية بعد استضافتها كأس العالم للشباب عام 88، يعني غير أنه مسألة السوبر الإيطالي السوبر الإسباني هذه موضوع آخر، هذه استضافة ورعايات، لكن استضافة بحجم كأس العالم للأندية ماذا توحي للناقد سلطان السلطان؟ ما في شك أبو خالد يعني تتكلم عن بطولة عالمية، بطولة الجميع ينظر لها بل يتشوق إلى أنه بالفعل إلى أنه يعني متى تبدأ هذه البطولة سواء كانت في المملكة أو غيرها. هذه طبعا بطولة ستعطي يعني زخم الإعلام للمملكة العربية السعودية، بطولة يعني خلينا أقول لك صفوة الفرق العالمية ستكون في هذه البطولة من جميع القارات الخمس. صحيح. يعني أنت الآن اخترت هذه الفرق لتشارك في هذه البطولة، فعلا فرق النخبة فرق مميزة بلاعبين عالميين بلاعبين تتمنى حقيقة حينما تراهم في الشاشة أن تراهم أمامك على أرض الواقع في على المستطيل الأخضر خصوصا هنا في المملكة العربية السعودية. رسالة حقيقة رياضية يعني المملكة العربية السعودية سعت إلى استضافة مثل هذه البطولة في توقيت يعني حقيقة كان فعلا مهم جدا. صحيح. وفي مثل هذه الأوقات بطولة الكل أبو خالد يتمنى أن تكون يعني في بلده للأمانة. شكرا لك الناقد
سلطان السلطان. أشكر لك تشريفنا في الدقائق الماضية، وعلى أمل أن نلتقي بك أيضا مرة أخرى بإذن الله. حياك الله. شكرا. 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 أعزائي مستمعين إذاعة واستماعات إذاعة ألف ألف وبرنامج المنصة في ختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا طبعا. في أنا والله في محور نفسي أناقشه يعني بكرة اللي هو في الغد الثلاثاء، عن موضوع مواقع التذاكر زي مكاني في هنا في ملعب الجوهرة، في هذه لازم نعالج بعض الأشياء اللي يعاني منها الجمهور. غدا ممكن نفتح هذا الملف. فنستودعكم الله، وكان برفقتي الزميل مشاري والزميل خالد في الإخراج الزميل مشاري، وفي الإعداد الزميل خالد الثقفي. شكرا لك.